ابطال تالتة ثانوي، اخباركم عاملين ايه؟ مكملين الريفيجنز بتاعتنا، والنهارده ان شاء الله هنشتغل في امتحانات لونج مان. امتحانات مهمه جدا وهتفيدك، عايزك تركز معايا عشان ناخد كل الافكار اللي موجوده في الامتحان نطلعها في اي نوت بوك ونجمع الكلمات الجديده اللي احنا ممكن تكون واقفه معانا او هنتعلمها من الامتحان. نبدا دلوقتي مع بعض. اول امتحان اهو يونت 1، تعال نشوف ايه الاخبار. طيب choose the correct answer from A B C or D. اوكي. Number one, publishing companies suffer a lot from space. It is really a crime. يبقى بيتكلم على الشركات اللي هي بتنشر، الناشرة suffer a lot، بتعاني كتير جدا من ايه؟ It's really a crime. يبقى احنا عايزين حاجة نيجاتيف. كلمة crime معناها جريمة. فانتاير security اللي هي مقصود بيها الامن، جنب كلمة secure. وكلمة safety برضو معناها الامان. privacy معناها خصوصية. وعندي piracy اللي هي معناها القرصنة، ان انت يعني تنسخ الاعمال دي وتنسبها ليك، دي اسمها piracy. هي دي الاجابة المظبوطة في الحالة دي. Number 2 tabloid newspapers. واحنا خدنا نوعين من newspapers، في عندنا حاجة اسمها tabloid وفي حاجة اسمها broadsheet. broadsheet بتكون serious، التون بتاعتها بتبقى serious، تبقى حاجة formal، بتنزل بقى اخبار سواء هي international او اخبار محلية. وانما tabloid دي عبارة عن جريدة، والمجلة دي بتبقى الصفحات بتاعتها صغيرة كحجم وبتكون فيها فوتوز بتكلم عن السليبرتيز المشاهير وحاجات زي كده. طيب فتابلويد نيوزبيبرز اوفن فوكس اون سنسيشنال اور سبيس ستوريز، قصص المشاهير. قصص المشاهير، مشاهير اللي هي مقصود بيها سليبرتي معناها مشهور او مشاهير. اوباسيتي اللي هي معناها السمنة او التخنة يعني. بابليك معناها عام. وعندي اول واحدة نيسيسيتي معناها ضرورة، كان هي بتحكي عن celebrities اللي هما الناس المشاهير. طبعا التون بتاعتها بتكون less formal، مش بتبقى formal او serious، مش بتبقى serious يعني جامد زيها زي البرادشيت. البرادشيت بيكون serious، التون بتاعته بتكون serious، بيكون فيها اخبار يعني وكده، ولكن دي بتبقى زي مجلات، بتبقى حاجات يعني بسيطة، التون بتاعتها مش بتبقى serious. When the accused person proved that he was in space, he was set free. He was set free يعني اطلق سراحه. يبقى لما هو اثبت ان هو ما كانش مذنب، he wasn't، يبقى he wasn't guilty. guilty معناها مذنب، انما innocent عكسها معناها بريء. هي طبعا هنا لو دي مكتوبه was، he was innocent كانت تنفع، لكن هي wasn't يبقى he wasn't guilty. كلمه relevant معناها متعلق، وهنا عندي كلمه tasty يعني طعمه لذيذ. Number 4 a space newspaper has small pages. اهي ايه اللي بيكون فيها البيجز بتاعتها تكون صغيره وفيها لارج فوتوز، زي ما قلت من شويه هو التابلويد. اوكي تعال نشوف السؤال اللي بعده. It's a space that some people were typing up copies of the book from the photos to share on social media which is illegal. يبقى حاجه غير قانونيه، حاجه غير شرعيه. يبقى it is a comfortable معناها مريح، ما تنفعش. it is appeared ما تنفعش كجرامر على فكره. كلمة appear معناها يظهر، والكلمة دي ما تجيش مبدل المجهول، يعني ما ينفعش اقول it is appeared، فاحنا ممكن نطيرها عامة كجرامر كستراكشر كتركيبة. it is claimed معناها يزعم، يتقال يعني، في ادعاء يعني. climb معناها يتسلق، ما تنفعش هنا كمعنى. number 6 a successful journalist. تمام، يبقى الصحفي الناجح بيعمل ايه؟ must be nosy، لازم يكون حشري. and interested in people. This means that he or she has to be a حد بقى يكون حشر شوية، يعرف يكون متطفل شوية عن الناس، عنده فضول يعرف أخبار، عايزين حاجة زي كده. choice A not curious. curious معناها عنده فضول، وهنا نفاهة ما تنفعش. curious and inquisitive أي عنده فضول وبيستفسر كتير، متطفل، هي دي اللي احنا عايزينها. unenthusiastically waiting for good news. دي عكس الإجابة، كلمة enthusiastic معناها متحمس، unenthusiastically يعني بعدم حماس، دي عكس الإجابة. cheerful مبتهج وforgiving بيسامح وكده، ما تنفعش في الإجابة اللي احنا عايزينها فوق. the accident الحادثة space despite the carefulness of the driver as there was a sudden leak in the brake oil. تمام، يبقى الحادثة دي حصلت بالرغم من carefulness، بالرغم من الحرص بتاعه، despite يعني بالرغم من، وده حرف جر بيتحط بعديه اسم. يبقى الحادثة حصلت، يحدث. يحدث يعني ايه؟ كليم معناها يدعي، كاز معناها يسبب، ما تنفعش كمعنى. occurred، occurred معناها يحدث. excuse معناها يعذر، اعذرني اسمها excuse.
Question number 8. What bad news? يا لها من أخبار سيئة. في إيه يا عم؟ إيه اللي حصل؟ The book had been spaced before it was published. يبقى الكتاب ده حصل له إيه قبل ما ينشر؟ الكتاب إيه؟ Had been disappeared. ما تنفعش كلمة disappear معناها يختفي ودي ما تجيش مبني للمجهول. يبقى كده choice C ما ينفعش. Had been written مش هتنفع كمعنى. اتكتب قبل ما ينشر. وأقول إن هي what bad news. طب إيه الخبر الوحش في كده؟ leaked معناها يسرب يعني الحاجة دي اتسربت هي دي الإجابة اللي احنا عايزينها logged معناها يتقفل مش هتنفع كمعنى الإجابة الصح A It is not easy for young writers to space their new books مش من السهل للرايترز للكتاب اللي لسه صغيرين الشباب ان هم ينشروا الأعمال بتاعتهم أو الكتب بتاعتهم عايزين حاجة تيجي بمعنى ينشر write معناها يكتب appear معناها يظهر مش هتنفع كمعنى come out معناها يصدر وليس يصدر فمش هم اللي هيصدروا الاعمال هي اللي تصدر طيب publish معناها ينشر هي دي الاجابه اللي احنا عايزينها يبقى انتاير تشويس ايه write معناها يكتب appear معناها يظهر ما تجيش مبدل المجهول وما ينفعش اقول to appear their new books يعني كلمه appear معناها يظهر مش يظهر publish معناها ينشر هي دي الاجابه اللي احنا عايزينها طب لو كان بادئ بالكتب او النوفلز يبقى النوفلز هي اللي come out معناها يصدر خلي بالك كلمة come out ما تجيش مبدل المجهول ليه؟ لان الاساس مش بيتحط بعدها مفعول مش حاجة اسمها he came out the novel هي اسمها he published the novel okay next question number 10 the convict ماشي متهم ماله عمل ايه the convict behaved in a dishonest way اتصرف بطريقة ما فيهاش ايه امانة dishonest way behave يتصرف شبه ايه similar لايه agree معناها يوافق think معناها يعتقد refuse يرفض act يعني يتصرف او يتعامل space is a type of media bias in which a journalist uses words and phrases to support or oppose a service or even an idea احنا خدنا انواع من البايس اللي هو الانحياز او التحيز في حاجه اسمها bias by omission جاي من كلمه omit يعني يلغي او الاخفاء ان هو يعني يلغي بعض الافكار او يتجاهل بعض الافكار ما يكتبهاش فده اسمها bias by omission في حاجه اسمها bias by placement على حسب المكان الحاجات اللي بيدعمها بيحطها مثلا في الاول اسمها bias by placement في حاجات معينه هو ممكن يحاول ياثر يستخدم كلماته عشان ياثر على الحاجات دي اسمها bias by spin يعني يحاول يغير في الحقائق شويه يعامل الفكره بتاعته كانها fact كانها واقع وحقائق السؤال اللي بعده the factory had collapsed ينهار فالفاكتوري انهار so the lawyers ولذلك المحامين space that the insurance company pay the legal compensation ولذلك المحامين كانوا بيطالبوا ان شركة التأمين تدفع التعويض فعايز حاجة تيجي بمعنى يطالب هنا من الاختيارات يطالب اللي هي demand معناها يطالب reject معناها يرفض disappear معناها يختفي وأول واحدة protest معناها يحتج تعال نشوف السؤال اللي بعد space is one of the behaviors that you must stop practicing يعني حاجة لازم تبطل تعملها ما تعملهاش عايزين حاجة negative chat يعني يتكلم cheat يعني غش cheating ده غش تنفع check معناها يفحص charity يعني جمعية خيرية أو عمل خيري دي حاجة positive I was spaced to hear that my car had been stolen. حاجة نيجاتيف. يعني أنا كنت إيه؟ كنت حاسس بإيه لما عرفت إن العربية بتاعتي اتسرقت. Cheered أكيد لأ ما كنتش مبسوط. أكيد checked يعني يفحص. Choked معناها يعني يتخنق لو حد مثلا بياكل حاجة وكده يزور. ولا shocked. Shocked معناها يصدم. اتصدمت مصدوم يعني. تعال نشوف اللي بعده. طيب يبقى the metal was sharp and hard so we used a space to make it smooth يبقى المتل المعدن ده كان ايه كان شديد وكان ناشف تمام فعملنا ايه استخدمنا حاجة عشان نخليه smooth يعني ننعمه هينعمه ايه استخدمه ايه file اللي هو مبرد file ممكن تيجي بمعنى مبرد يا شباب the giant ship السفينة الضخمة had broken down اتعطلت and space navigation يبقى عملت ايه للملاحة عطلت الملاحة عايز حاجة زي كده زي block معناها يغلق او يقفل refuse يرفض ease معناها يسهل دي عكس المعنى allow معناها يسمح طبعا تشيل الحاجات البوزيتيف انت ماشي حاجه نيجاتيف عايز حاجه وحشه فتطير اي حاجه كويسه او بوزيتيف يعني السؤال اللي بعده
The captain said that a strong wind, رياح شديد, عملت إيه للسفينة so that both its front and back hit the sides of the canal. تمام, فعملت إيه بقى الرياح شديد في السفينة؟ Trace is stopped, وقفتها, بس لو وقفتها طب إزاي هي هتتخبط يمين وشمال؟ Robbed يعني يسرق, begun يعني مبدئياً الماضي من كلمة begin, began يعني يبدأ, فهي هنا عامة كتصريف تالت مش نافع. طيب spun, spun ده الماضي والتصريف تاني من كلمة spin يلف, فلفت السفينة جامد لدرجة ان ايه الفرونت والباك هما الاثنين خبطوا السايدز, لفت يعني. The prime minister, رئيس الوزراء, spaced that there was a severe penalty against those who build illegally. يبقى رئيس الوزراء اعلن مثلا ان هيكون في جزاء شديد, severe شديد, ضد الناس اللي ممكن تبني بشكل غير قانوني. يبقى عايز حاجة تيجي بمعنى يعلن, يصرح, زي announced يعلن. Advertise يعني يعمل دعاية, يسوق, ما تنفعش كمعنى. Refuse يرفض, decrease معناها يقل. طيب تعال نشوف السؤال اللي بعده. The police officers are spaced the cause of the crime to arrest the criminal. The police officers بيعملوا ايه؟ بيتحرى, بيعملوا تحريات, عايزين يعرفوا سبب الجريمة. بيتحرى عن, يتحرى عن زي investigate. Investigate معناها يتحرى عن, يعمل تحريات ويعمل, يتحرى عن. Refuse يرفض, hide معناها يخبي, announce معناها يعلن. تعال نشوف السؤال اللي بعده. Unfortunately, لسوء الحظ, the collapse of the house has caused tens of a and a lot of injuries. يبقى لسوء الحظ الانهيار بتاع البيت تسبب في كتير من الإصابات والوفيات. عايز حاجة تماشى مع التون اللي بتكلم عليه, injuries يعني إصابات. طيب في عندي هنا ايه؟ عندي casualties. Casualties معناها victims, ضحايا يعني. Abilities قدرات, facilities مرافق. Impurities جاي من كلمة impurity يعني حاجة غير نقية. After the accident, بعد الحادثة, the injured people were spaced financially. حصل لهم ايه ماديا, ماليا, تم تعويضهم ماليا, يعوض ماليا. يبقى were compensated, يعوض, يعوض ماليا. Finally, اخيرا the police discovered what had spaced the accident. اخيرا الشرطة يعني اكتشفت ايه اللي تسبب في الحادثة, يتسبب في, يتسبب زي caused, يسبب. Reason لما تيجي فعل بتيجي بمعنى يجادل, ممكن تيجي بمعنى يعتقد, ممكن تيجي بمعنى يجادل, تنفعش كمعنى. Excuse يدي عذر, Rescue معناه ينقذ. طيب تعال نشوف السؤال اللي بعده. Question number 23. The journalist was biased. Biased by A, كان منحاز بإيه بقى نشوف. He had put the story at the top. يبقى كده biased by placement, على حسب المكان. حط القصة اللي هو بيدعمها at the top of the page. The police were able to rescue the people who were spaced inside the house during the fire. يبقى الشرطة قدرت انها تنقذ الناس اللي كانوا محبوسين جوه البيت, كانوا عالقين, عالقين اللي هي trapped. They were trapped, عالق جوه البيت اثناء الحرق. تعال نشوف اللي بعده. السؤال اللي بعده اللي هو I applied for the new job. أنا قدمت في الوظيفة الجديدة and I am waiting for the answer to my application with bated breath. منتظر يعني بفارغ الصبر, with bated breath. فهو بيسألني بقى على with bated breath, دي معناها إيه؟ إن أنا مستني إيه بفارغ الصبر, متوتر أو كده. No longer expect that I will get the new job. خلاص أنا شايف إن أنا مش هاخد الوظيفة. I'm waiting hopelessly, بعدم أمل, مفيش أمل عندي. I'm in a nervous and excited state anticipating what will happen. أيوة أنا متوتر يعني متوقع ومستني إيه اللي هيحصل. بكلمة anticipate يعني مستني متوقع إيه اللي هيحصل, ونيرفس متوتر. حلو قوي. When I saw a huge animal in the dark, لما شفت حيوان كبير في الظلام, I jumped out of my skin. أكيد خفت يعني, فدي معناها أنا كنت خايف. أكيد مش brave, مش شجاع. I was terrified, كنت مرعوب. هي دي الإجابة اللي احنا عايزين. Bold يعني جريء, amazed يعني مذهول. A space is a person who makes and repairs the things in iron by hand. فمين اللي بيصلح الحاجات الحديد, الحداد, الحداد اللي احنا اخدناه في Great Expectation. Blacksmith, Joe, حداد. Carpenter ده اللي هو النجار. Mechanic, ميكانيكي. Electrician اللي هو الكهربائي.
طيب the police are looking for the criminal who has space that horrible crime. يبقى الشرطة بتدور على المجرم اللي ارتكب الجريمة. عايز حاجة تيجي معناها يرتكب هنا. مين يرتكب الجريمة؟ يرتكب جريمة اسمها commit. يبقى commit a crime. يرتكب الجريمة. طيب تعال نشوف السؤال اللي بعده. Once I got my breath back. أول ما أخدت نفسي. I hurried home as fast as I could. I got my breath back. أخدت نفسي مرة تاني. Which means I found difficulty breathing easily. وجدت صعوبة يعني أتنفس. ولا shouted madly for help. قعدت أصرخ يعني بجنون للمساعدة. Started breathing normally again. I got my breath back. أخدت نفسي مرة تاني. فبدأت أتنفس يعني بشكل منتظم مرة تاني. طيب تعال نشوف السؤال اللي بعده. The robber grabbed the lady's handbag and space quickly so he could escape. يبقى الحرامي نتش الشنطة بتاعت الست وعمل ايه بسرعة؟ فعايز اقول انطلق بسرعة، جري بسرعة. طيب كلمة cope مبدئيا مش تنفع كمعنى. cope معناها يتعامل او يعني هو يتأقلم مع حاجة. sat down يعني يجلس. broke into اقتحم. ولا set off ينطلق بسرعة يعني يجري يعني. هي دي اللي احنا عايزينها. تعال نشتغل بشويه على الستراكشر بقى، على الجرامر، على التركيبه اللي موجوده. ايه التركيبات اللي موجوده عندنا؟ لانجويج نوتس والجرامر وكده. I waited impatiently while my father space on. تمام، يبقى انا انتظرت زمن الجمله ماضي. زمن الجمله ماضي فاحنا ممكن نطير ايه المضارع مبدئيا والمستقبل. While my father was operating on ولا was being operated on. محتاجين مجهول، مبدل المجهول passive ولا مبدل المعلوم active. فهل هو اللي شغال على حاجة ولا هو اللي بيتعمل عليه العملية الجراحية؟ بيتعمل له عملية جراحية. He was being operated on يعني بيتعمل له عملية جراحية. My friend space a health problem since. أيوة أدي الإجابة هي. بعد since بيحط ماضي والناحية التانية مضارع تام. Present perfect مضارع تام. فاحنا نطير الماضي لأن مفيش ترتيب أحداث ما ينفعش ماضي تام. Past perfect مش هينفع. ماضي بسيط ما ينفعش. Has had شغالة. وhas been شغالة. هنا عندي a health problem. فهل هو هيكون health problem؟ لا. هل هو عنده health problem؟ عنده. تبقى has had. I spaced dinner when Adil arrived. So I warmly asked him to share the meal with me. تمام. يبقى أنا كنت باكل لما هو جه. فأنا طلبت منه يجي يشاركني في الأكل اللي أنا باكلها. زمن الجملة مبدئيا ماضي. في أي حاجة مضارع هنطيرها. وأنا كنت باكل لما هو وصل. عشان كده أنا قلت له تعالى عزمت عليه بقى يأكل معايا. الشيء ده كان شغال، كان continuous، كان مستمر. فنحط ماضي مستمر. مفيش ترتيب أحداث. لو في ترتيب أحداث يبقى أنا أكلت وخلصت. فإزاي بعزم عليه؟ Sir for being late. آسف إني اتأخرت. Sir, please let me in. خليني أدخل. I space stuck in very bad traffic. معلش أنا كنت مزنوق إيه أو عالق في ازدحام مروري. طيب فسامحني معلش خليني أدخل. فهل بتكلم في المستقبل؟ لا. مش I will be stuck. ولا had stuck. هي يعني المفروض تبقى be stuck. تبقى عملها مبدل المجهول. يكون عالق. هنصرف verb to be. تبقى I have been stuck. مش have gone stuck. فهمتوا اللعبة؟ Okay. Number 5. My sister spaced her university degree in 2018. وزمن الجملة أخباره إيه؟ زمن الجملة ماضي. إن هو بيقول لي in 2018. طالما زمن الجملة ماضي. إحنا هنشوف ماضي بسيط من الاختيارات. ماضي بسيط اللي هي got. اللي هنعملها ماضي عشان عندي in 2018. هي زمن الجملة ماضي. How long ago؟ بكده برضو سؤال ده عن حاجة في الماضي. Space you by. ما ينفعش عامة has you by. لان هي by ده مصدر فمحتاجين did. ومحتاجين ماضي عشان ago. How long ago did you buy this cheese? It smells bad. تعال نشوف السؤال اللي بعده. My cousin has lived abroad space as a childhood. مبدئيا my cousin عايش بره بالخارج من ساعة طفولته. هنا has left زمانها ايه مضارع تام. Present perfect مضارع تام. يبقى هو عايش منذ. منذ دي اللي هي since. Since بتحط بعدها ماضي والناحية التانية مضارع تام. There are always economic crises space pandemics. يبقى دايما بيكون في أزمات اقتصادية أثناء الpandemics اللي هي الأوبئة أو الجائحة زي جائحة كورونا. تمام. يبقى دايما بيكون في ازمات اقتصاديه اثناء اللي هي ديورينج. ديورينج ده حرف جر بيتحط بعديه اسم. وده اللي حصل في الجمله اهي. وان ما تنفعش هنا اهو. از
برضو ما تنفعش. while ما تنفعش. تعال نشوف السؤال اللي بعده. I will wait till my friend space from Alexandria. يبقى أنا هنتظر لحد ما إيه صديقي يجي من ألكسندريا. مبدئياً كلمة till و until والروابط الزمنية زي كلمة when. الكلمات دي كلها after before طبعاً. الكلمات دي كلها لما تيجي تستخدمها في المستقبل ما أقدرش أحط بعدها على طول future. فبحط الفيوتشر في الجملة التانية. يعني المستقبل مش بيكون في جملتها، بتكون في الجملة التانية. يعني after I study I will go out. After I have studied I will go out. حط المستقبل الناحية التانية. هي نفس الحركة ادي till اللي هي معناها لغاية، فبنحط بعدها مضارع الناحية التانية مستقبل. فهنا عايزين مضارع عشان هنا في مستقبل، فنطير had ونطير returned ونطير was. has returned صح او returns صح. Ali lost caught fish when he was in Alexandria. This means that A. فألي آخر مرة اصطاد فيها سمك كان لما كان موجود في ألكسندريا. تمام، دي معناها أنه من ساعتها ما اصطادش سمك. طب هنا ألي didn't catch fish when he was in Alexandria. هو ما اصطادش سمك لما كان في ألكسندريا؟ لا، هو ما اصطادش سمك من ساعة ما كان، يعني آخر مرة اصطاد لما كان في ألكسندريا. فدي كده عكس الإجابة، المفروض ألي caught fish. ألي didn't catch fish؟ لا طبعا مش هتنفع عشان حاجتين. أول حاجة الزمن، since بعدها ماضي والناحية التانية مضارع تام، مضارع مش ماضي. Ali hasn't caught fish since he was in Alexandria. هو ما اصطادش السمك من ساعة ما كان في الإسكندرية. بالإجابة الصح سي. Ali has been catching fish، هو عمال يصطاد كده المعنى مش هينفع. عمال يصطاد من ساعة ما رجع، هو ما اصطادش من ساعة ما راح، مش من ساعة ما رجع يعني. فكده تبقى معنى غلط. تعال نشوف السؤال اللي بعده. I haven't met the new manager of space. It's the first time to meet him. دي أول مرة قابله. يبقى أنا ما قابلتوش قبل كده. يبقى I haven't met the new manager before. It's my first time. لو قلت I haven't met the manager yet. لسه ما قابلتوش حتى الآن. بس أنت قابلته هو الناحية التانية. It's the first time. يبقى أنت قابلته. لكن أنا ما قابلتوش قبل كده. دي أول مرة قابله فيها. While space for the school bus, I met one of my old friends. تمام. While هي موجودة. مفيش فاعل بعدها لو تلاحظ. طالما مفيش فاعل ما ينفعش اصرف فعل، يعني ما ينفعش اكتب am waiting، مفيش I عشان احط am، فلازم يكون في فاعل عشان اعرف اصرف. while being waited اركنها على جنب، هي ing اركنها دلوقتي على جنب. while was ما ينفعش، while was المفروض I was waiting. while waiting على طول الاجابه، لان كلمه wait معناها ينتظر. بدل ما اقول while I was waiting عملتها while waiting على طول، مش being waited. ليه عملناها مبدأ للمجهول؟ ليه حطينا verb to be والتصريف الثالث؟ هي أنا اللي منتظر صح؟ أنا اللي بنتظر الاسكول بس، فأنا ملاش مبدأ للمجهول. My uncle is space as a taxi driver for 10 years. Now he is a worker in a big clothes factory. يبقى هو كان شغال حاجة ودلوقتي حاجة تانية، يعني في change. زمان كان حاجة ودلوقتي حاجة تانية، عشان كلمة now وديني change اهو، داني تغيير اهو. بزمن الجملة هنا تبقى ماضي. worked هو اشتغل كتاكسي درايفر لمدة 10 سنين، دلوقتي هو شغال حاجة تانية. فهنطير has ونطير works عشان دول مضارع واحنا عايزين حاجة ماضي هنا. وما تنفعش was working عشان دي مش حاجة كانت مؤقتة في الماضي، لا دي حاجة كانت وضع كان موجود زمان ودلوقتي الموضوع متغير. I haven't seen Wael. اهي haven't seen Wael space the last time. مضارع تام والناحية التانية نحط ايه وماضي بعدها بالظبط، نحط since مش when ولا while ولا for، since ان since بجيب بعدها ماضي بسيط. past simple. طيب تعال نشوف السؤال اللي بعده. I'd rather you. خلي بالكم ان في كلمات في الانجليش بستخدمها عشان اعمل حاجة اسمها افتراض، بنسميها hypothetical case، يعني حالة افتراضية. كلمة زي كلمة would rather، wish، it is time، حالات if التانية والتالتة. الكلمات دي انا بستخدمها عشان بدي افتراض عكس الواقع. يعني افتراض عكس الواقع؟ اقول لك مثلا لو انا مكانك if I were you. انا مش مكانك، انا بفرض حاجه مش بتحصل، مش حقيقيه. فالكلمات دي كلها لو انا هجيب بعدها جمله لازم اجيب ماضي. هتفرض عكس المضارع او المستقبل بتحط ماضي بسيط، هتفرض عكس الماضي تحط ماضي تام. يعني اقول لك مثلا I wish I had a car now، يا ريت يكون عندي عربيه دلوقتي، دي معناها I don't have a car now، فانا اتمنيت او فرضت عكس المضارع. طب لو افرض عكس الماضي I wish I had bought a car last year، يا ريتني كنت اشتريت عربية السنة اللي فاتت، دي معناها I didn't buy a car last year. فكده انت بتفرض العكس، فبنزل بالزمن درجة. فهنا I'd rather you. تمام اهي
would rather وجاب الفاعل فهينزل بالزمن درجة. طيب a chocolate cake for my birthday I prefer vanilla. تمام حلو قوي. يبقى يا ريتك ايه؟ ما ينفعش I'd rather you not to make. احنا اتفقنا نحط ماضي مبدئيا. وهنطير choice دي. hadn't been made دي معمولة مبدل المجهول. فلا ده انا عندي ما هو في مفعول اهو chocolate cake. يعني فاعل وفي هنا فعل اتحط وادي المفعول فليه تتعمل مبدل المجهول؟ مبدل المجهول هو بيتكون من verb to be والتصريف التالت. يبقى الاجابة صح اهي didn't make. كده انا بتمنى حاجة عكس المضارع او المستقبل. My friend arrived at Cairo airport a moment ago. هو وصل من دقيقة. دي معناها انه لسه واصل يعني. وصل من دقيقة. يعني he has just arrived. الوضع بتاع just مبدئيا ما يتحطش كده في الاول. بيتحط قبل الفعل عشان بيوصفه. فتبقى has just arrived. اهي. hasn't arrived لسه ما وصلش ازاي. will arrive لسه مستقبل ازاي. مش هتنفع choice C او D. تعال نشوف السؤال اللي بعده. I used to play football when I was young. كنت زمان بلعب football. But now I don't play football. But now عامة عرفتني ان في change هيحصل. في تغيير هيحصل. ده كان زمان دلوقتي الوضع مختلف. يعني هنا هيكون مضارع. عشان but now في shift هيحصل. يبقى نشيل اي حاجة ماضي. تشيل wasn't. تشيل didn't. عندي I am not ولا don't. كمل الجملة عشان تعرف. يعني but now I don't play football. يبقى but now I don't. She spaced dinner when we returned home, so she had time to receive us warmly. يبقى هي زمن الجملة ماضي مبدئياً عشان عندي هنا returned فاحنا نشيل أي حاجة مضارع زي isn't هنشيلها ونشيل hasn't عشان دي مضارع برضو دي مضارع تام. عايزين حاجة تمشي مع الماضي بس دي معملها مبدي المجهول verb to be والتصريف الثالث. فالوقت بقى she wasn't making ما كانتش بتعمل العشاء لما احنا وصلنا فعشان كده كان عندها وقت ان هي تستقبلنا. تعال نشوف السؤال اللي بعده. Space I was driving my car I saw a terrible accident because of the thick fog early in the morning. I was driving my car. مبدئياً during ما ينفعش اجيب بعدها جملة. معناها اثناء بس ما يتحطش جملة. طيب. وon I was driving ما تنفعش لان on ده حرف جر. وحروف الجر ممكن احط بعدها ing فعلا نحط له ing او اسم لكن ما ينفعش اجيب بعدها جملة كده. فاجابتنا just as ولا before. نقرا الجملة نشوف فيه ترتيب ولا لا. I was driving my car, I saw a terrible accident. يبقى وانا سايق اثناء ما كنت سايق just as while شغال مش before مفيش ترتيب احداث. Which of the following is structurally correct؟ عايزين الجملة المظبوطة ك structure. ماشي. Have you already traveled to Aswan by ship؟ Have you ever traveled to Aswan by ship؟ طبعا دي مظبوطة. Have you ever؟ هل انت سافرت قبل كده أسوان بالسفينة؟ I haven't already traveled. I haven't ever traveled. مثلا مش I haven't already. I haven't traveled to Aswan by ship already. الباقيين دول كلهم يبقى اسلوب تأكيد مع كلمة already. وعشان احطها لازم يكون في سياق كلام يبين انا بأكد على حاجة. ممكن اقول لك مثلا ايه؟ Have you eaten all the cake already? إذا انت اكلت كل الكيك يعني. فاقول لك مثلا it is shocking. It's amazing. استغرب يعني. I'm surprised. لكن ever طبعا ممكن احطها عادي في questions اللي هي معناها هل ده حصل قبل كده ولا لا. While Samir was doing his homework his sister spaced to loud music so he wasn't able to concentrate. ما كانش قادر يركز. concentrate معناه يركز. يبقى اثناء ما هو كان بيعمل واجب اخته كانت مستمره في حاجه. زمن الجمله ماضي فاحنا ممكن نطير اي حاجه مضارع زي ما احنا قلنا. التو اكشنز كانوا بيحصلوا في نفس الوقت. هي كانت بتسمع الموسيقى وهو كان شغال فما كانش عارف يركز. تعال نشوف اللي بعده. Don't worry your car space. ما تقلقش العربية بتاعتك مالها. طيب had already been repaired. المفروض كده في ترتيب أحداث في الماضي. ما عنديش ترتيب أحداث في الماضي فمش هستخدم ماضي تام. Was repairing يعني كانت بتصلح. العربية مش بتصلح. العربية اتصلحت. فالمفروض الجملة تبقى مبني للمجهول. ما تنفعش choice B. has already repaired صلحت ولا has already been repaired اتصلحت عملها مبني للمجهول. verb to be والتصريف الثالث اهو. السؤال اللي بعده what is space when your father is space home. اهم حاجه هنا نمشي بالزمن يكون مظبوط. ما ينفعش مثلا اوله مضارع وباقيه ماضي. ف what did you do when your father was returning home يعني ايه اللي انت عملته لما والدك كان عمال يوصل البيت. في مشكله هنا. What were you doing? إيه اللي كنت مستمر فيه لما باباك وصل؟ أيوة ده مظبوط. ما ينفعش هنا will
will you be doing وهنا ماضي ما ينفعش مستقبل وماضي ما ينفعش هنا مضارع وهنا ماضي تعال نشوف السؤال اللي بعده where is سمير سمير فين he spaced to the neighboring supermarket يبقى هو فين يبقى هو راح فيش ترتيب احداث في الماضي فانتير had been was gone انتير اي حاجه ماضي مبدئيا has been يعني هو راح ورجع has gone يعني راح ولسه ما رجعش هو مش موجود يبقى راح ولسه ما جاش فالإجابة الصح تبقى choice D. شوف السؤال اللي بعد. I miss my uncle so much. بفتقد يعني عمي جدا. I space him since he space to New York. تبقى I هنا طبعا since بعدها ماضي. يعني ينفعش هنا أكتب traveling. هنا عندي didn't see والناحية التانية had traveled. ما ينفعش قبل since تبقى ماضي بسيط. مفروض قبلها مضارع تام والناحية التانية بعد since ماضي بسيط. دي مش هتنفع تبقى haven't seen him ما شفتوش من ساعة ما هو سافر منذ يعني first في الأول I space then I started inviting my friends هما هنا مفصولين وجايين هنا كorder of actions أو sequence of actions في ترتيب بس كل جملة لوحدها مفيش رابط محطوط فلما أجي أعمل sequence بقى of actions بالمنظر ده أخلي كل واحدة منهم ماضي بسيط عادي يعني first I finished دي لوحدها فصل بperiod أو بفول ستوب يبدأ جملة تاني then I started لكن عارف مثلا لو في after والحاجات دي كان ممكن رتب أحداث واستخدم الماضي التاني السؤال اللي بعده the government space a lot of villages recently حديثا هو مش قايل امتى بالظبط فمش هينفع نحط ماضي ما تنفعش ماضي تام عشان ما فيش ترتيب أحداث في الماضي has modernized شغالة 100% حدث حصل وخلص ومش قايل امتى was modernizing طب ليه ماضي ينفعش ماضي مش اي حاجه تدل على ماضي what is space at 7 p.m. yesterday الساعه 7 امبارح في اكشن كان شغال فعايزين زمن الجمله يكون ماضي ويكون سؤال ف you were doing ده يعتبرش سؤال have you done ما تنفعش مع yesterday what were you doing ايه اللي كنت شغال فيه الساعه 6 امبارح او 7 امبارح will ما تنفعش عشان دي مستقبل وانا عندي yesterday السؤال اللي بعده a terrible accident space place On Cairo, Alexandria, Desert Road يبقى في حادثة حصلت هل في ترتيب أحداث في الماضي؟ مفيش هنطير الماضي التام طب كلمة take place معناها يحدث دي ما تجيش مد للمجهول يبقى been taken دي غلط has taken place شغال take place ما تجيش مد للمجهول يعني مفعش تصرف verb to be والتصريف التالت You needn't make food مش محتاج تعمل أكل I space a good meal already أنا عملت وجبة بالفعل هل في أي حاجة في الماضي؟ مفيش فنطير الماضي I have cooked أنا طبخت أو حضرت حاجة حصلت وخلصت ومش أي الإمتى تعال نشوف الترانسليشن أخبارها إيه أول واحدة We can read thousands of different types of books from all over the world online يعني يمكننا قراءة ألاف الأنواع المختلفة من المراجع أو الكتب يعني من جميع أنحاء العالم عبر التليفون المحمول ولا عبر إيه؟ يقول لك online عبر الإنترنت يعني ماشي فاحنا ممكن نطير تشويس A وتشويس B نشوف بقى التشويسز الباقية أخبارها إيه هي عبر الإنترنت هنا عبر القارة ولا عبر العالم كل أنحاء العالم the world الإجابة الصح هتبقى دي أنا نشوف السؤال اللي بعده The Ministry of Transport وزارة النقل is currently implementing تطبق حاليا the Ring Road Expansion التوسع في Ring Road on the local scale أو a large scale It aims at providing distinguished services and reducing traffic congestion on the ring road. Congestion اللي هو مقصود بيه الاحتقان أو الازدحام المروري. ماشي. فهنا بيقول the Ministry of Transport اللي هي تقوم إيه مش الحكومة مفروض تبقى وزارة النقل. وزارة النقل تمام. تقوم إيه وزارة النقل. ماشي. يبقى تقوم وزارة النقل حاليا بتنفيذ ترميم الطريق الدائري. وهنا بتنفيذ توسعة الطريق الدائري. وهنا بتكلم على expansion يبقى ده مش ترميم expansion يعني توسيع. فكده choice B في مشكلة هنكمل في الباقيين هنا الطريق الدائري وهنا عندي الساحلي Ring Road اللي هو الطريق الدائري الإجابة الصح C هنطير choice B تعال نشوف السؤال اللي بعده تمام أخبرنا إيه تعتبر قضية تغير المناخ من أهم التحديات التي تواجه العالم حاليا حيث تسبب أضرارا اقتصادية وصحية وجسيمة وعاني منها معظم دول العالم مما يستلزم تحركا جماعيا عاجلا ماشي يبقى the issue of climate change The issue of climate change. The issue of climate change. حلو خالص. Is one of the most important challenges. واحدة من التحديات المهمة. That the world might face today. Might. احتمال يعني. ولا faces today.
يواجهها حاليا مش مايت بقى مش احتمال فانتايرد تشويس اي. ماشي نكمل بقى. يبقى that the world faces today it causes severe economic and health damage to most countries in the world which requires مما يتطلب urgent collective action. سيب تشويس بي. تعال نشوف الباقي. It's one of the most important challenges that the world faces today. It causes common economic common شائع ولا severe شديد؟ مش شائع صح severe. بنشوف choice D يعني شديد. The issue of climate change is one of the most important challenges that the world faces today. It causes بيتسبب severe economic health damage to some countries in the world which requires urgent individual action. Individual يعني فردي. وهو مش تدخل فردي مفروض تدخل جماعي زي اللي احنا قرناه. الإجابة الصح هتبقى بي. السؤال اللي بعده تلعب الصحافة دورا بارزا في تناول الكثير من القضايا والتصدي للمشكلات التي تواجه المواطنين بالإضافة إلى نشر الوعي القومي لدى المواطنين لمواجهة تلك المشكلات والمساهمة في حلها. The press هو بيتكلم على الصحافة. The press تمام plays a prominent role دور بارز in dealing with many issues ولا showing many issues في بتبرز أو بتظهر ولا تناول أو التعامل مع تناول الكثير من القضايا يبقى مش بتظهر المفروض ان هي تتعامل معاها بس هنكمل برضه. And addressing the problems facing citizens تمام. In addition to spreading in addition it spreads او spreading الاثنين صح. طيب يبقى in addition to spreading national awareness among citizens to avoid these problems او contribute to solving them تمام choice A شغال. In addition it spreads national awareness الوعي القومي among citizens to confront تواجه هذه المشاكل ولا تتجنب هذه المشاكل. طب بالإضافة إلى نشر الوعي القومي لدى المواطنين لمواجهة تلك المشاكل يبقى مش تتجنب يبقى انطير avoid. كمل بقى. يبقى confront these problems and contribute to solving them choice B معقول. The press plays a prominent role in addressing many issues and solving the problems facing the government. تواجه الحكومة ولا بتواجه المواطنين؟ تواجه المواطنين مش الحكومة. The press plays a prominent role in hiding. بتخبي؟ لا هي مش بتخبي. بقى الإجابة الصح هتبقى B. تعال نشوف السؤال اللي بعد. The writing طبعا أسئلة على writing مهمة جدا. Which of the following is punctuated correctly؟ تعال نظبط الجملة. فديد يو نو ذات اي هاد بين وركينج فروم هوم فور 2 مانثس حاتم؟ فده سؤال. Did you know؟ فمحتاجين في الآخر question mark. طب أنت بتكلم حاتم فتحط كومة قبل اسمه. فانتاير تشويس B. Did you know that I had been working? دي ناقصها apostrophe من فوق. تمام يبقى الإجابة الصح هتكون دي. تعال نشوف السؤال اللي بعده. أخباره إيه؟ A space essay is a form of academic writing which is built around a detailed description. يبقى في وصف. يبقى إيه المقال اللي بيوصف؟ الوصفي. Description of a person, building, place, situation. فالوصفي اللي هو اسمه descriptive دي حتى جاي من نفس الكلمة. يبقى مقال وصفي. Argumentative ده اللي هو جدلي ممكن يتناول فكرة معينة. Formal يعني رسمي. وأنا عندي narrative يعني روائي أو قصصي بيحكي قصة يعني. Complete the following sentences to express a addition. Addition يعني إضافة. يبقى احنا عايزين حاجة تدي إضافة من الاختيارات. يبقى although ده بيدي تضاد ما ينفعناش. Because معناه بسبب ما ينفعناش. In addition بالإضافة لذلك ينفعنا. يبقى الإجابة الصح C. شايفين الحل سريع إزاي؟ شوف السؤال اللي بعده. A terrible accident happened حصلت in بنها. Which of the following completions shows result? Result يعني نتيجة. فعايزين حاجة تدي نتيجة. Although بيدي تضاد but بيدي contrast. تضاد so بتدي نتيجة. Due to بتدي سبب. هو عايز نتيجة result. فسو so بتدي نتيجة. يبقى الإجابة الصح C. تعال نشوف السؤال اللي بعده. Which of the following sentences can show the demerits? Demerits اللي هي معناها عيوب. عيوب الماس ميديا. عايزين حاجة نيجاتيف. طيب وهو عايز يعمل ايه؟ عايز تشويس يديني العيوب بتاعتها. طيب سورفلي من المحزن الماس ميديا could cause addiction ممكن تتسبب في الادمان as well as a lack of actual social coherence. To conclude mass media is a double-edged weapon. وهنا مديني الاثنين سلاح ذو حدين ففي حاجة positive ونيجاتيف. Amazingly دي حاجة positive تنفعش. First of all, we should keep in mind that social media could be destructive, مدمر, as well as constructive, بناء ومدمر. احنا مش عايزين اي حاجة positive, احنا عايزين حاجة negative. The choice A هي negative الوحيدة.
choices الباقيه في حاجات منها neutral. neutral يعني بتناول الموضوع بشكل positive ونيجاتيف. لا احنا عايزين حاجه نيجاتيف بس، حاجه سلبيه بس. هنشوف اللي بعده. which of the following can be used to conclude، يعمل conclusion، عايز خاتمه. الاسي بيحكي عن climate change، عايز conclusion. ف to sum up و to conclude. start ما ينفعش، moreover ما ينفعش، تدي اضافه. فاحنا هنطير choice C و D، يبقى to conclude او to sum up. طيب following the traffic rules is a civilized behavior، بتكلم على انت تمشي rules معينة للترافيك ملوش علاقة. man's bad behavior is to blame for the level of climate change، وده بيحكي عن تغير المناخ والانسان هو اللي يلام. is to blame يعني يلام، يلام عليه. فالإجابة الصح هتبقى بي. great expectations طبعا الأسئلة بتاعتها بتبقى بسيطة، الأسئلة بتبقى critical thinking questions، ممكن تعبر وتستخدم اللانجوج بتاعتك. حاول الإجابات بتاعتك تبقى as short as possible، يعني حاول ما تكتبش كتير قوي، حاول الإجابات بتاعتك تكون مختصرة على قد ما تقدر علشان تحصل على الدرجة بشكل بسيط وسهل. يعني مثلا do you think that Pip's being an orphan affected his life؟ أكيد طبعا، of course يعني. فgive your answer in three sentences at most. هو حتى بيقول لك إن حاجة تبقى مختصرة، ما تقعدش تحكي كتير. طبعا هو يكون orphan، هو يكون يتيم، هل ده أثر عليه؟ آه طبعا أثر عليه. إزاي؟ مثلا he lived with his sister and her husband Joe Gardry. He was treated badly by her. اتعامل بطريقة وحشة من خلالها. بعد كده he was sent. Then he was sent to Miss Havisham. And he met Stella. وقابل استيلا هناك. He had great expectations. أصبح عنده أمال عظيمة. He changed his career. He wanted to change his career. عايز يغير الكارير بتاعته. مش عايز يكون blacksmith. He didn't want to be a blacksmith anymore. كل الحاجات دي أثرت هي على حياته. If you were in Pip's place، لو انت مكان Pip، would you bring the fine and food to the stranger؟ Why؟ فممكن طبعا اقول of course yes، I'd bring the food and the file to the stranger because I would be afraid at that time. انا ممكن اكون خايف وقتها، وهكون خايف في الوقت ده. فتبقى why طبعا ليه مثلا، اقول because I would be afraid، هكون خايف. Do you think that Pip's older sister led a happy life with her husband؟ Why؟ فممكن اقول ان she didn't lead a happy life because she always complained about her husband. دايما كانت بتشتكي يعني. What do you think would have happened if Pip had told his sister about his behavior with the convict؟ تعتقد ايه اللي كان يحصل لو هو كان حكى مع اخته او قال لاخته التصرف اللي هو عمله مع الكونفكت؟ ممكن اقول ان she would have helped him. And although she didn't care about him at that time, but she would have helped him. كانت ممكن تساعده. She would have called the police. كان ممكن تصل بالشرطة. She would have hit him. كان ممكن تضربه يعني. For not telling her the truth. Suddenly we heard angry shouts nearby. I was afraid of what was about to happen. يبقى سمع ايه؟ سمع shouts. صراخ شديد عالي. I was afraid. كنت خايف من الحاجة اللي هتحصل. ده الموقف ده لما كان Pip مع جو. وطلعوا مع السولجرز الجنود بيدوروا على ماجويتش والكونفكت التاني اللي هو كامبيسن، ما كانوا بيدوروا عليهم. فسمعوا يعني زعيق جامد وكده هو، فهو كان خايف على اللي يحصل. ايه اللي كان خايف منه؟ ان هم ايه يقابلوا الكونفكت ده، والكونفكت ممكن يقول للشرطه ان الولد ده ساعدهم يعني. What do you think was about to happen؟ ايه اللي كان هيحصل؟ ان he was afraid to meet the convict اللي هو ماجويتش، the man who escaped from the prison ship، اللي هرب من السفينه يعني. هو كان خايف ان هو يقابله يعني. فده الحاجه اللي كانت هتحصل. Should Pip have told the soldiers about the convict wife? Of course he should. يعني المفروض كان يقول للبوليس يعني. ف he should have told the police about the convict because the police would have helped him then. كان وقتها كان ممكن يساعده الشرطة يعني. ده بالنسبة لأول تيست في لونج مان. أفكار بتاعته احنا غطيناها كلها، حتى critical thinking questions. ولو بصينا برضو حتى في الاسي writing، احنا عندنا مقال بيبقى مكتوب، انت المفروض تتعامل بقى معاه وتكتب. حاول تخلي الجمل بتاعتك مختصر على قد ما تقدر، not to make mistakes عشان ما يعني تعملش اي اخطاء او تغلط يعني. ده بالنسبه لاول تيست.